العالم بأن هذا العالم ظالم ولن يكون لنا. طبعا أنا جمال الضرة والد الشهيد الطفل محمد الضرة الذي استشهد في 30/9/2000 على مفترق نتسارين. اليوم وجه الفجر بعد يعني أذان الفجر قبل موعد الصلاة بدقائق بدون أي إنذار وبدون أي شيء تم تنزيل براميل علينا وعلى بيوتنا وعلى بيوت أهلي وعلى بيوت جيراني. وطبعا إحنا تضررنا أنا وأولادي، وعندي 4 شهداء، أخوتي 2 وزوجة أخوي وبنت أخوي كمان شهيدة، وكل جيراني في المحيط كلهم شهداء. بأي ذنب، بأي ذنب تقتل هذه الأطفال؟ بأي ذنب تدمر البيوت على رؤوس أبنائنا؟ أين العالم؟ لكن للأسف إسرائيل وهذا الاحتلال اتخذ قرارا من أمريكا بتدمير كل قطاع غزة وكل الشعب الفلسطيني والقتل مع سبق الإصرار والترصد، ولكن هذا أقسم بالله لن يزيدنا إلا عزيمة وقوة. يعني لا يوجد فرق، القتل موجود عبر التاريخ وعبر احتلال فلسطين إلى يومنا هذا، والمجازر في حق أبناء شعبنا موجودة إلى يومنا هذا لن تتوقف. ولكن للأسف هذا العالم عالم ظالم يكيل بمكيالين، والكل فينا رأى عندما قامت الحرب الروسية الأوكرانية وقف كل العالم مع أوكرانيا لدعم أوكرانيا وتوقيف الحرب عن أوكرانيا، لكن نحن 75 عام نقتل ولا يوجد أي مساند قضية الفلسطينية.